القلق يدور على محورين اثنين، الأول الأجل، يخاف الإنسان من الموت ويتحسس الأمراض ويتوهم الأوجاع، وكذلك أيضا يخاف على الرزق يقلق. الذي يكتسب ويعمل قلق، قلق إذا ارتفعت الأسعار، قلق من المستقبل، قلق من الخسائر. والذي لا يعمل هو يترقب أين سيعمل وأين سيكون وما مستقبله، وهل إذا تخرج سيجد عملا مناسبا أو لا. أكثر ما يقلق الناس هذا وهذا، هالرزق وهالأجل، مع أنها محسومة. لن تموت نفس، أقوى صيغة من صيغ النفي، لن تموت، ونفس ناكرة في سياق النفي فهي للعموم، نفس لن تموت نفس، يعني لا من الإنسان ولا من الحيوان بأنواعه، حتى هذه للغاية تستوفي استفاء، بمعنى أخذ ذلك وافيا كاملا من غير نقص، تستوفي رزقها وأجلها.